بداية المشوار، نتمنى يكون ناجح وموفق. يا كريم مساء الخير. مساء الخير عليك يا زميلي العزيز احمد سمير، تحياتي ليك وتحياتي لجمهورنا العظيم وجمهور النادي الاهلي. للبدايه لابد الحقيقه تكون معاه، يعني يمكن اللقطات اللي يمكن شفناها طبعا وكل جمهورنا بيشوفه، هي دي الروح الكبيره جدا المعهوده على جمهور النادي الاهلي. اي مكان لابد يكون متواجدين بقله عدد بكثافه، لابد يكون جمهور النادي الاهلي بيساند ويدعم ويأذر كالعاده. فيا رب ان شاء الله باذن الله صوتهم يوصل لعيبه النادي الاهلي وايضا كمان اشقائنا المغاربه الحقيقه اللي متواجدين بكثافه في المباراه الافتتاحيه الاهلي واوكلاند سيتي، يكون ايضا كمان ليهم دور كبير جدا في تحفيز النادي الاهلي وتشجيعه بقيمه النادي الاهلي الكبيره. يمكن لحظات بسيطه اقل من 45 دقيقه وتتوجه البعثه بالكامل الى ملعب ابن بطوطه ليستقبل النهارده بمشيئه الله مباراه اليوم الاهلي واوكلاند سيتي، التاسعه مساء بتوقيت القاهره، الثامنه مساء بتوقيت المغرب. فهذه اللحظات زميلي احمد يعني بتجرى المحاضره الفنيه الاخيره لمستر كولر، يعني يحدد ليها 5:15 بتوقيت المغرب، ومنها مباشره التوجه الى الملعب. اجواء كانت طيبه جدا الحقيقه وتركيز كبير على مدار الايام الماضيه، بتنتهي طبعا كالعاده بحضور الكابتن محمود الخطيب بكلماته السريعه اللي بتوصل للعيبه للنادي الاهلي بالتجمعات السريعه ايضا كمان عقب تناول وجبه الغداء اليوم. الكل بيحفز، الكل بيحاول يهديها المباراه ان شاء الله تكون انطلاقه. يمكن انت قلت كمان هتدي رساله كبيره جدا للجميع، عشان كده المباراه النهارده مهمه بكل الطرق. فوزنا هيكون مهم جدا، يفتح لنا المجال بشكل كبير، وايضا هيدي للجميع رساله مدى جاهزيه النادي الاهلي ومدى الهدف اللي يمكن قدام كل لعيبه النادي الاهلي ومجلس ادارته ولاعبيه والجهاز الفني للنادي الاهلي بمشيئه الله يستطيع ان يحقق شيء كبير جدا يسعد كل جمهور النادي الاهلي. الجانب الامني الحقيقه لابد ان احنا نشيد فيه في كل مره الحقيقه، وفي كل رسائلنا بنشيد بالجانب الامني بتحركات التنظيمات الحقيقه، ايضا كمان موكب النادي الاهلي يعني يمكن موكب كبير جدا في كل تنقلاته بيسهل علينا الامور بشكل كبير. فيا رب ان شاء الله تواجدنا يكون في الملعب باذن الله بمشيئه الله بقراءه الفاتحه طبعا قبل ما تتوجه لعيبه النادي الاهلي من هنا المعتاد. وجود الكابتن محمود الخطيب بالتاكيد يكون متواجد يصافح كل لعيبه النادي الاهلي، بعض اللقطات كده معتادينها الحقيقه من مجلس اداره النادي الاهلي وتحديدا الكابتن محمود الخطيب اللي بتدي رساله قبل المباراه بلحظات بسيطه جدا. توفيق ربنا ان شاء الله يكون معانا ويقدر لعيبه النادي الاهلي تفرح كل جمهور مصر النهارده ان شاء الله. خليني عايز اعرف منك كريم، انا يمكن على مدار الثلاث ايام اللي تواجد فيها الاهلي في المغرب كنت ملاحظ شويه يعني تغير الحاله الجويه ما بين ساعه وساعه، يعني اوقات كتير جدا بيبقى الجو يعني صح وزي ما بنقول الشمس طالعه واضح انه الجو حلو، وبعد شويه نلاقي عواصف، نلاقي مطر، ثلج. الحاله في طنجة زي تطوان ولا الجو عندنا واحنا بنتكلم معاك دلوقتي اخبار حاله الجو ايه عندكم؟ يعني هاكد لك يعني بنقول الحمد لله رب العالمين على الجو ان هو يستمر بهذا الشكل الحقيقه زميلي احمد، يعني الشمس طالعه وفي بروده بسيطه جدا، مفيش رياح كبيره، مفيش الامطار الحقيقه اللي كانت بكثافه في تطوان على مدار الايام التدريبات. بنامل كمان يعني 8 مساء هنا بتوقيت المغرب يكون الجو على نفس هذه الحاله، الشمس يمكن بتروح 8 الا ربع هنا، فيعني ان شاء الله باذن الله يكون الجو طيب جدا يساعد فريق النادي الاهلي. كنا قلقانين الحقيقه من الجو والامطار هتبقى في صعوبه بشكل كبير، لكن يعني يمكن رساله من ربنا سبحانه وتعالى ان الاجواء تكون مهيئه النهارده يا رب، وينقصنا كل التوفيق وكل الجديه وكل الروح الكبيره من لعيبه النادي الاهلي. طيب اتكلم معاك عن جاهزيه الفريق بقى ومتابعتك للثلاث ايام اللي استعد فيهم الاهلي او اجرى الفريق استعداده لمواجهه النهارده، تكلمني على الحاله الفنيه للفريق وتكلمني على يعني تطمنا اكتر على مستوى المعلومات اللي جايه لي. الحمد لله ان السكواد كله جاهز وانه الاوراق كلها في ايد مستر مارسيل كولر يختار منها الافضل، فنطمن منك على الجاهزيه الفنيه للفريق والمستوى الفني للفريق خلال الثلاث ايام اللي فاتوا. بالتاكيد طبعا يعني الحمد لله الجاهزيه الكامله لكل لعيبه النادي الاهلي، يعني شفناها ولمسناها من خلال التدريبات ومن خلال سؤالنا الدائم الحقيقه لطبيب النادي الاهلي الدكتور احمد ابو علبه رئيس الجهاز الطبي. الحمد لله ما فيش حد بيشكي من اي شيء، اللعيبه كانت بتادي بكل جديه، حافظت على نفسها خلال الايام الماضيه، فده يمكن امر كان مهم جدا هيساعدنا بشكل كبير. الحاله المعنويه مرتفعه بشكل كبير جدا، تم الاستقرار خلاص على التشكيل طبعا لمستر كولر، ويمكن ده اللي ظهر الحقيقه في تدريب اول امس. انت عارف طبعا يعني تدريب امس كان كل وسائل الاعلام متواجده، لكن يمكن استقر الحقيقه مستر كولر على التشكيل. يا رب ان شاء الله كل لعيبتنا تكون موفقه، اختياراته كمان في اللعيبه اللي هتشارك بمشيئه الله 11 راجل زي ما بنقول في الملعب، يا رب يكونوا موفقين. دكه البدلاء ايضا كمان اللي هيكون متواجد زي ما قلنا هيكون موجود بقلبه، اللي مش هيكون متواجد لابد يكون داعم ومساند لفريق النادي الاهلي، لان الهدف هو اسعاد كل جمهور النادي الاهلي. الهدف هو من يرتدي تيشيرت النادي الاهلي يحقق طبعا كل ما يملك من قوه وتركيز وامكانيات وشخصيه وروح. فيا رب ان شاء الله تكلل بالنجاح بمشيئه الله زميلي احمد، وكون الثامنه مساء تنتهي على خير ب 90 دقيقه فقط لغير، ويا رب تكون فرحه لكل جمهور النادي الاهلي ان شاء الله. الاجواء عندك في المغرب ومتابعه البطوله
ورصدك لوسائل الاعلام ازاي بتتكلم على الفرقه المشاركه وفرص الفرقه المشاركه في بطوله كاس العالم للانديه كريم؟ يعني طبعا اهتمام كبير جدا جدا بحدث كبير طبعا كاس العالم للانديه هنا في المغرب. الكل طبعا ريال مدريد طبعا ليه جانب كبير جدا من الاشاده ومن الدعم الكبير. يمكن ناس على طول بتقول لك ريال مدريد هو المرشح كالعاده، لكن بتلاقي على طول ناس تقول لك النادي الاهلي هو المرشح الاقوى ايضا كمان بتاريخه الكبير ونتائجه الكبيره جدا، 8 مشاركات 3 برونزيه على التوالي. فالنادي الاهلي الحقيقه يمكن مدي رساله كبيره جدا لجميع وسائل الاعلام ان النادي الاهلي بقيمته الكبيره جدا منافس الى ابعد مركز. فعشان كده بنقول اجتهادنا بشكل كبير جدا، لعيبه النادي الاهلي اجتهدت، التحضيرات كانت رائعه جدا، وسائل الاعلام واشادتها الكبيره بالكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره واللاعبين والتزامهم الكبير جدا من فندق الاقامه الى الملعب، باتت النادي الاهلي كالعاده بتدي مثال لكل طبعا الوفود المشاركه وكل الانديه المشاركه وتحديدا طبعا اشقائنا في المغرب. فعشان كده بنقول يا رب ان شاء الله كل المجهود اللي بذل يبقى نجاح كبير وتوفيق من عند ربنا بمشيئه الله ان شاء الله. اهم ما جاء في الاجتماع الفني اللي يعني قبل المباراه كريم، تقول لنا كده العناوين الرئيسيه. يعني طبعا هي الترتيبات المعتاده الحقيقه زميلي احمد في كاس العالم، التاكيدات طبعا كلها كانت على الوصول الارتداء طبعا النزول ارض الملعب في الميعاد المحدد لعمليات الاحماء كلها. الحقيقه النادي الاهلي معتاد على هذا الامر بمشاركاته المستمره والدائمه في كاس العالم، ما كانش فيه اي امور. يمكن النادي الاهلي كالعاده يرتدي الطاقم الاساسي ليه واوكلاند يرتدي الطاقم الازرق، كلها طبعا ترتيبات عاديه ومعتاده للكل. كابتن سيد كان موجود، كاب سمير عدلي ايضا، كمان مستر كولر، مهندس خالد مرتجي، ما كانش ليه فيه اي طلبات على قد ما كان فيه بعض التحذيرات الخاصه من الوصول وايضا كمان الموضوع الاحماء ده. فيمكن حاجات كلها معتاده لينا، خلاص انتهت بقى بالنسبه للتحضيرات وبالنسبه للترتيبات. يتبقى الحقيقه اقل من 30 دقيقه، يا رب ان شاء الله باذن الله تكون فرحه كبيره النهارده بمشيئه الله. عندك اي معلومات عن طاقم التحكيم اللي هيدير المباراه؟ يمكن حتى هذه اللحظه منتظرين بالتاكيد طبعا بيجي طبعا سكور شيت بالنسبه للفيفا، بيبعت لنا الحكم يعني مباراه بمباراتها، ما بيحطوش طبعا جدول التحكيم. فبمشيئه الله يعني في خلال اللحظات القادمه قبل انطلاقنا هنا من فندق الاقامه يكون معانا هذه المعلومه زميلي احمد. ان شاء الله بشكرك شكرا جزيلا الزميل العزيز كريم احمد.